مرحبا بكم في قناة أخبار الرياضة في جديد أخبار اللاعبين المحترفين وحسب آخر الأخبار من قبل الصحافة البرتغالية والتي أكدت نهار اليوم بأن المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني بات قريب جدا من مغادرة ناديها الحالي نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، والوجهة القادمة قد تكون وبنسبة كبيرة جدا العودة مجددا للعب في البريمير ليج، حيث أكد ذات الأخبار بأن المهاجم إسلام سليماني يتواجد حاليا على رادار نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي الصاعد الجديد لدوري الدرجة الأولى الممتازة الإنجليزية البريمير ليج. هذا النادي الذي يرغب في الاستفادة من خدمة المهاجم إسلام سليماني خلال منطقة الصيف القادم. كما أكد ذات الأخبار بأن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي يتواجد حاليا في مفاوضات متقدمة مع وكيل أعمال اللاعب من أجل الاستفادة من خدمة اللاعب إسلام سليماني بداية من الموسم المقبل. وللتذكير فإن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي يعتبر واحد من بين أرقى النوادي الإنجليزية، حيث سبق له الفوز بدوري رابطة أبطال أوروبا مرتين، وذلك خلال سنتي 1979 وكذلك سنة 1980، وهو يسعى حاليا لتعزيز صفوف النادي بأسماء جديدة بإمكانها تقديم الإضافة اللازمة من أجل تفادي سقوط النادي خلال الموسم المقبل. وللتذكير كذلك فإن المهاجم إسلام سليماني يتواجد حاليا على رادار كذلك النادي فينرباتشي التركي الذي يرغب هو الآخر في الاستفادة من خدماته بداية من الموسم المقبل. فكل التوفيق للمهاجم إسلام سليماني في عالم الساحرة المستديرة. سلام.